إنما اللي بيحب ربنا يقول لربنا أنت مصدر الخير، الخير اللي أنا عندي ده كله منك، وأنا هحط مكان الخير ده كله هحطه في مكان لا يفسد سوس ولا يصدأ. وأحطه فين؟ أحطه رصيد من النهاردة وأنا موجود، أصنع الخير مع الغير ويبقى أنا أكبر واحد غني. كل الناس اللي بتصنع الخير مع الغير دول ناس أغنياء، أغنياء بالحقيقة، إنه صدروا ممتلكاتهم وسفروها وصلوها للسماء وصنعوا ليهم أصدقاء في السماء على يمين العظمة الإلهية. وما المين اللي هيجلس على يمين الرب؟ اللي هم الناس اللي هم صنعوا الخير للغير، مع الفقير، مع العريان، مع الغريب، مع الضيف، مع المسجون. كل الناس اللي صنعت الخير ده كله ودوا 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 للآخرين وحسوا بالآخرين عند ربنا أغنية جدا، ناس أغنية. ياريت النهاردة نفكر إزاي الواحد يبتدي يضع في البنك السماوي رصيد ثم يلاقي مقابلة حلوة من عند ربنا، يلاقي مقابلة حلوة يقول له أنت نعما أيها العبد الأمين، كنت أمين في القليل أنا أقيمك على الكثير، أنت تركت كتير وأنا هديك كتير، أنت اهتميت بالغلبان وأنا ههتم بيك، تعالى أدخل إلى فرح سيدك. أوعوا تنخدعوا من الشكليات. في واحد يقول لا أنا ماشي عدل الحمد لله في المادية، أنا ماشي كويس جدا ومنظم نفسي. أوعى تنخدع، في طرق تبدو مستقيمة ولكن عاقبتها الموت. في حاجات شكلية وانت ممكن تبقى موجود فيها مش دريان. ده ممكن خادم يحب الخدمة أكثر من الله وتلاقي ما خدش الله نفسه. وأنا تخيلت مرة خادم مشغول بالخدمة، مشغول لدرجة ربنا ممكن يقابله في السكة ويدردش معه يقول له يا ابني أنا عايز منك حاجة يا ابني، هو يعتذر لربنا يقول أنا مش فاضي، أنا رايح لربنا، أنا بشتغل مع ربنا. وهو ربنا اللي قابله في السكة، هو اللي كلمه في السكة، هو اللي شافه في الفقير، في العريان، في الشحات اللي موجود قدام. عشان كده تعجبني عبارة جميلة، الناس اللي بيحبوا ربنا عايزين ربنا بس، اللي بيحبوا ربنا شبعانين بربنا بس. انت النهاردة دخلت بيت ربنا حاسس بالبركة الكبيرة انك موجود في بيت الله، والله حاضر، والله واهب النعم والعطايا ومعطي المتوكلين عليه من كل قلوبهم الاشياء التي تشتهي ان تراها الملائكة. حاسس بالنعمة دي؟ حاسس بالبركة؟ وريني فرحتك، وريني فرحة قلبك، وريني فرحتك انك انت رايح تقابل ربنا بس. في قديس قال العبارة الجميلة، قال له يا رب إن كنت بحبك خوفا من عذاب النار احرقني به، إن كنت بحبك طمعا في الملكوت احرمني منه، وإن كنت بحبك لأجل حبك ثبتني في حبك. فيجب كلنا نشعر إن احنا جايين هنا عشان فاهمين احنا رايحين فين، بنكلم مين. الغنى كله ايه؟ تحط خزنة وتبقى غني في خزنة او في بنك او في اتنين او في تلاتة وانت ناسي ان ربنا اللي هو هتتقابل معه بعد شوية، وناسي انك انت هتمضي من الارض، وناسي اللي قالوه الاباء الكبار، ابائك واصحاب الخبرة، اللي قاله سليمان جدك، اللي قال انه باطل الاباطيل كل باطل وقبض الريح ولا منفعة تحت الشمس. نسيت اللي قاله ابونا داود النبي اللي هو بيقول عرفني يا رب نهايتي ومقدار أيامي كم هي فأعلم كيف أنا زائل. طب قبل ما تبقى زائل وانت بتشتهي انك تعرف أيامك، واللي اللحظة دي بتيجي فجأة ما بتيجيش بإذن، يعني مش بيخبط الموت يقول لك عن إذنك أنا هاخدك الحق وزع، لا ده غيرك اللي هيوزع، ده انت مدبر وغيرك مبذر، والمبذر هو اللي هيوزع، وهو اللي هيوزع وزع انت. خليك ذكي، حب ربنا ما تخليش حاجة تفصلك عن محبة ربنا. خليك زي معلمك بولس الرسول اللي بيقول مين يفصلني عن محبة الله؟
ده أنا أعتقد الراجل ده لو مشي وراه بولس الرسول اللي مشي حزين يقول له تعالى هنا أنا أحكي لك مين يفصلك عن حلاوة الله. ما فيش أحلى من الله ومحبة الله. لا غنى ولا جوع ولا عري ولا ملائكة ولا رؤساء ملائكة ولا سلاطين ولا قوات ولا حاجة أبدا تفصلني عن محبة الله. كان غني جدا بولس الرسول، كان غني جدا الراهب اللي ساب الدنيا دي ودخل جوه عشان يعيش ويا الله بغنى آخر بفكر آخر بشبع. دايما الإنسان اللي مش عايز حاجة حبايبي هو اللي شبعان، ودايما هو اللي غني. وده اللي قاله القديس أوغسطينوس، قال أنا جلست على قمة العالم، يعني مفيش حد بعدي، جلست على قمة العالم يعني بفخر. عندما أحسست أنني لا أريد شيئا ولا أشتهي شيئا، عندما أنا مش بشتهي حاجة غير ربنا، هو ده الغنى. في واحد يبقى نفسه بقي له مثلا حاجة بسيطة عشان يقتني حاجة، وفي واحد تاني ما عندوش حاجة وعنده خير كتير جدا، الخير إن هو اللي معاه مقضيه ومغطيه، ويقول لك أشكر ربنا.